قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وها نحن وصلنا إلى الجزء 24 من القرآن، وفيه سورة الزمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أريد أن أتوقف مع هذه الآية قليلا لأتحدث عن القلوب. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الإنسان حين يكون في بطن أمه في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. ثم إذا أذن الله له بالخروج خرج من هذه الظلمات الثلاث من بطن الأم خروجا حقيقيا إلى فضاء الدنيا. كذلك القلب، القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. ولا بد أن يولد القلب ولادة حقيقية ليخرج من هذه الظلمات الثلاث خروجا فعليا. فقلبك في ظلمة النفس. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان يقول ايه: وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة. وقد يستولي القلب، الباب اللي بوبه في كتاب إغاثة اللهفان باب، قال باب: علاج القلب من استيلاء النفس عليه. ثم ذكر ان الانسان قد تستولي نفسه على قلبه استيلاء تام فيصبح القلب نفس. يا جماعة لازم نبقى عارفين برضو حاجة مهمة قوي، ان الانسان له نفس وقلب. النفس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي دي النفس، دي طبيعتها وده أصلها. القلب
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلب طيب، القلب هو القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول. القلب هو الملك والجوارح له جنود وخدام وأتباع. القلب هو القائد، النفس بتحاربه، فتيجي النفس تحارب القلب. فبعض الناس استولت النفس على القلب، فيصبح قلب نفسه، يصبح القلب نفس يأمر بالسوء والفحشاء. تلاقي هو قلبه بيحب السوء والفحشاء، تلاقي قلبه بيحب المعاصي والذنوب، تلاقي قلبه نفس، خلاص قلبه بقى نفس. وبعض الناس استولى القلب على النفس، فصارت النفس قلبا. يا أيتها النفس المطمئنة، قلنا صفات القلب إن القلب مطمئن بذكر الله. لما يستولي القلب على النفس يصبح النفس مطمئنة. طيب إزاي نعالج واحد قلبه بقى نفس، قلبه ضاع؟ قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه. واحد من كتر الذنوب والمعاصي قلبه مات قلبه، مات موت حقيقي، قلب سليم ومريض وميت. كيف استجلب قلبا جديدا؟ ده ممكن؟ ده ممكن جدا بفضل الله عز وجل ومن رحمة ربنا عز وجل، ان القلب ممكن يولد ولادة جديدة. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين ركز على النقطة دي، وذكر قول المسيح عليه السلام: لن تلجوا الملكوت حتى تولدوا مرتين. واستدل من القرآن بقراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. فخروج القلب لازم يبقى من النفس والطبع والهوى، لازم يبقى خروج حقيقي، خروج فعلي، مش ولادة معنوية، لا، ولادة حقيقية فيها آلام المخاض. فلازم الإنسان يبقى منتبه إلى أن قلبه دايما، قال تعالى: لينذر من كان حيا. يبقى قلبه حي وعايش. ازاي يخرج القلب من النفس؟ ان القلب يتخلص من النفس بخمس خطوات. الخطوة الاولى ذم النفس، تانية عدم رؤية النفس، تالتة سوء الظن بالنفس، الرابعة سياسة ذل النفس لله بالعبودية، الخمسة سياسة النفس. فصلنا هذا الكلام واحدة واحدة في مواضع أخرى يمكنك الرجوع إليها. فيتخلص من النفس. اثنين، يروض الطباع، يروض عينيه على إنها ما تشوفش إلا ما أمر الله به، وأن يكون نظره عبرا، ويروض آذانه ألا تسمع إلا ما يرضي الله، ويجعل آذانه صاغية تسمع مراد الله منها، ويجعل لسانه لا ينطق إلا بذكر الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. تماما. فيبدأ هذه المراحل لكي يتخلص القلب ويخرج من ظلمة النفس الطبع والهوى. ابن القيم بيقول ايه؟ وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها، ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها، داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك.
هي دي القضية، الهوى، المزاج الشخصي. صلي لما يجي لي مزاجي، صوم على مزاجي، اعبد ربنا على مزاجي. هي دي كلمة مزاجي، دي اللي هي الهوى. لازم تخالف مزاجك وتخالف هواك. الآية الثانية اللي بتقابلنا وهي مهمة في قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انشراح الصدر لشريعة الإسلام. في سورة الزمر ربنا جل جلاله يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. انتبه لهذه الآية العظيمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. خلي بالك ان الانسان خلق مبتلى، مبتلى بلاء حقيقي، مبتلى ممتحن. فالقلب بتعرض عليه الفتن فتنة فتنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها الإمام النووي في صحيح مسلم: عودا عودا. يعني القلب كده وتيجي تعرض عليه فتنة النساء. الرسول بيقول ايه؟ فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى تعرض فتنة النساء، شربها نقطة سوداء، أنكرها نقطة بيضاء. ثم تعرض فتنة المال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. تعرض فتنة المال، شربها نقطة سوداء، أنكرها نقطة بيضاء. تعدي تعرض فتنة المناصب والسلطة وهكذا. الفتن تعرض فتنة ورا التانية، فتنة ورا التانية، فتنة ورا التانية. اللي يشربها نقطة سوداء واللي ينكرها نقطة بيضاء. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى في الآخر هتبقى القلوب نوعين اتنين، قلب أسود. شوف الرسول بيصفه ايه؟ قلب اسود كالكوز مجخيا، اسود مربادا كالكوز مجخيا. قلب اسود مكفي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. اللي يجي على مزاجه يقول ماشي حلال، واللي ما يجيش على مزاجه لا حرام. الحرام والحلال اللي بيحكمهم مزاجه وهواه. القلب الثاني ابيض كالصفا، ابيض وجامد، بطل قوي. ابيض له صفتين، ابيض منور اللي هي ديك: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب. فقلب ابيض وقلب اسود. الابيض ده قوي منور، والاسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. شوف الآية العجيبة دي في قول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للي قلبه قاسي، قاسي من ذكر الله، وهو بيذكر ربنا، وحتى وهو بيذكر ربنا قلبه قاسي. قسوة القلب يا جماعة مصيبة كبيرة وبلاء شديد. وعايز قبل ما اخلص الحلقة لازم امر على موضعين مهمين جدا
الموضع الأولاني في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأجمل أو من أجمل البشريات في القرآن. قل يا عبادي الذين أسرفوا، من أجمل البشريات في القرآن وأقوى آيات الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، النداء الأول يا عبادي، رغم أنهم مذنبين وعصاه إلا إن ربنا بشرهم وأسعدهم بقوله يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى ما يعني لم يسمهم يا أيها العصاه، يا أيها المذنبون، يا أيها المخالفون لشرعي، يا أيها المتعدون لحدودي. لا، التعبير اللطيف الجميل كلام ربنا جل جلاله: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما أسرفت ومهما أذنبت ما تيأسش، لا تيأس، ربك رحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. علماءنا قالوا، أن علماءنا رحمهم الله قالوا أن في هذه الآية دليل على أن الله قد يغفر للعبد وإن لم يتب. مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة، الإنسان اللي يموت على كبيرة حكمه إيه؟ واحد مات وهو بيزني، واحد مات وهو سكران شارب خمرة، ده حكمه إيه؟ علماء يقولوا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بذنبه لأن مات على التوحيد. أنا بقول إيه؟ مصر على كبيرة ومات على التوحيد، موحد بس مصر على كبيرة، حكمه إيه؟ قالوا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء. ربنا كريم جل جلاله. والموضع الثاني اللي أنا عايز أقف معاه قبل ما نخلص، في قول الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه بس مش ساكت، شغال بيقول، وشوف الكلمتين اللي قالهم أو الجملتين دول في منتهى الروعة: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. سبيل الرشاد إيه بقى؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا جماعة، الدنيا ديك معبرة وليس قنطرة، وليست للإقامة ولا للسكنة. خلي شعارك في الدنيا شعار سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة وراح وتركا. خلي شعارك في الدنيا شعار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خليك عايش المعنى ده، ان الدنيا ديك ما تسواش حاجة ومن فاته وكلنا هنعدي ونروح منها، وان الآخرة هي دار القرار. الآخرة بقى هي اللي هنستقر ونقيم فيها، وتبقى هي حياتنا وتبقى هي عيشتنا. أخيرا، في قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحباب العمى دي بنقول عليها ظاهرة الاستحمار. ظاهرة الاستحمار، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار.
ان ربنا سبحانه وتعالى هداك ولدت مسلما بغير اختيار منك. هداية هي نوع من انواع الهداية، وامامك الحق باين وانت عارف ان ده الحق والصواب، وانت عارف ان ده الباطل والضلال، وبيختار الباطل والضلال ويسيب الحلال واوامر ربنا. هي دي قضية الاستحمار نعوذ بالله منها. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اخوتي في الله انتبه، الدنيا معبرة، الاخرة هي القرار. حتى وان اذنبت وعصيت تب وارجع الى الله عز وجل والله يغفر لك وتوكل على الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا.